رح نبلش أولى محطاتنا فرح مع المساحة الطبية، ورح نحكي عن موضوع يمكن كتير شائع استخدامه، وهو العدسات اللاصقة، والمعروف أنه هي من الأشياء اللي أو الوسائل اللي بتساعد على تصحيح النظر، ووسيلة مانا جديدة، ولكن دخل على هذا العلم تطور كتير كبير. رح نحكي عن العدسات اللاصقة العينية بين الإيجابي والسلبي، وكل هالمعلومات رح يعرفنا عليها ضيفنا بالاستوديو الدكتور باسل إبراهيم، اختصاصي بالأمراض العينية. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني دكتور، لما بنحكي عن العدسات يعني صارت يمكن منتشرة، وصلنا نسمع عنها كتير بشكل كتير كبير. السؤال، شو هي أنواع العدسات وممكن تغني عن لبس النظارات الطبية؟ تمام. كل الأشخاص اللي بيعانوا ممكن من درجات مختلفة، إن كان بمشاكل النظر المختلفة من نقص انحراف لغيرها، ممكن يستخدموها؟ تمام. هلأ بالنسبة لاستخدام العدسات اللاصقة، قد يكون بديل عن النظارات الطبية، وقد يكون لغاية تجميلية. يعني هن أشياء استطبابين لارتداء العدسات اللاصقة، هن أسباب بصرية رقم واحد وأسباب تجميلية رقم 2. الأسباب البصرية ممكن تكون صراحة بديل عن النظارة، خاصة بالنظارات السميكة. حضرتكم تعرفوا قديش أحياناً النظارات السميكة بتعمل إحراج للمرضى كتير. أحياناً بيكون في إشكاليات إذا انكسرت النظارة، أحياناً بالشتوية بيكون في مشكلة بالبخار، بيكون في مشكلة بالمي. فبعض المرضى صراحة بيلاقوا العدسات اللاصقة هي بديل مرضي عن النظارات الطبية، خاصة أحياناً بيكون يعني حجم العين أو شكل العين خلف النظارة الطبية كمان بصير يعني كبير. مزعج بالنسبة كبير أحياناً، صغير أحياناً، بناء على نوع العدسة اللي موجودة. فهي واحد من أهم الاستطبابات. طبعاً في استطبابات كتير، أحياناً بعض الحالات الطبية اللي بيكون في فرق بين العينتين، مريض عنده مثلا بعين درجة وبعين 6 درجات، هذا ما بيقدر يلبس نظارة طبية، هذا بده يلبس عدسات لاصقة إجباري، لأنه بيكون في عنا يعني فرق بحجم الخيال. بعض المرضى الرياضيين أحيانا ما بيقدروا يلبسوا برياضاتهم، يلبسوا النظارات الطبية فبيلبسوا العدسات. بعض الأطباء بيوصوا أحيانا بلبس النظارات إذا في مسافة سواء لفترة طويلة، لأنه بتعطي يعني ساحة بصرية أكبر شوي. طبعا مثل ما حكينا احنا، في استطبابات تجميلية مشان تغيير لون العين بشكل مؤقت. العدسات طبعا في إلى أنواع مختلفة، عدسات طبية وتجميلية مثل ما حكينا، بالإضافة إلى كمان تصميمها للعدسات، ممكن عدسات يومية، عدسات شهرية، عدسات أسبوعية. طبعا هذا الموضوع يعني في له شرحه، بس بناء على المادة السيليكون هيدروجيل اللي بتكون موجودة فيها والهيالورونيات اللي موجودة فيها بيكون فترة استعمالها. طيب أسئلة واستفسارات كتير يمكن عن هذا الموضوع. حكينا بالبداية أنه موضوع العدسات اللاصقة تطور مع العلم، يعني تمام. أكيد أول مرة طلع فيها عدسات لاصقة مو مثل هلأ أبدا. تغيرت، ومع كمان الاستطبابات تغيرت. سؤال الأشياء، هل أنا فيني ألبس العدسات من الصبح لبالليل ولا لا في وقت معين؟ في ناس مثلا تخاف انها تنام او تغفل او تمارس حياتها بشكل طبيعي ولا لا ما بتاثر؟ السؤال كثير مهم. هلا بالنسبه لارتداء العدسه اللاصقه، ما له مربوط بشيء معين، يعني ارتداء العدسه اللاصقه في له عامل الاهم هو انه انا القرنيه ما فيها اوعيه دمويه، فهي بدها تتغذى عن طريق الدمع اللي بيكون مغطيه ومغطي العدسه اللاصقه. فانا قديش كميه الاكسجين اللي بتمر من خلال العدسه اللاصقه للقرنيه هي وهذا اللي بيخليني اعرف انه كم ساعه انا ممكن البسها. في عندنا عوامل كثير مهمة، من أهمها المريض شو بيشتغل، يعني إذا بيشتغل مثلا بمكان فيه حرارة عالية بيساعد على تبخر الدم أسرع، إذا مثلا في عنا رطوبة عالية، إذا في عنا حرارة عالية، على حسب كمان نوع العدسة. يعني بعض العدسات فيها مثلا مادة مرطبة للعين أكثر من المادة الأخرى، فهذا كلياته بيلعب دور، ولكن الأساس هو إنه قديش هي العدسة اللاصقة بتمر أكسجين للقرنية لحتى أنا أقدر ألبسها. بشكل عام وسطيا العدسات اللاصقة يفضل إنه ما تلبس أكثر من 8 ساعات لعشر ساعات يوميا. ممكن تلبس من الصبح، ولكن أنا بشدد على موضوعين. الأمر الأول إنه إحنا العدسات اللاصقة لازم تراعى فيها كل المحاذير اللي هلأ رح نحكي عنها بعد شوي، والأمر الآخر إنه يكون ارتداء تدريجي. يعني أنا العدسة اللاصقة لما بدي ألبسها ما بلبسها من أول يوم 6-7 ساعات، أنا لازم ألبسها أول يوم ساعة، بعدين ساعتين، لحتى عيني تعود عليها شوي شوي. طبعا في عنا كتير محاذير ممكن نحكي عنها بعد شوي بهال. كتير مهم دكتور، نحن دخلنا بقصة المحاذير الطبية، اللي من ضمن الاستفسارات كانت إنه بعض الأشخاص بيلجأوا لعدسات كتير رخيصة من دون مصدر موثوق، وهون يمكن بتبلش المشاكل والاختلاطات. خلينا
خلينا نحكي عن كيف نحن، شو هي المحاذير اللي بتحب توجهها دكتور لكل الاشخاص اللي هن فعلا مضطرين يستخدموا العدسات اللاصقه، وبنفس الوقت الاشخاص اللي بيستخدموها لاغراض تجميليه؟ تمام. هلا لربما تكون هي صراحه هي يعني اهم نقطه انا بتجيني بالعياده عند المرضى اللي في عندهم عدسات لاصقه، لانه كثير صراحه عم نلاقي في يعني استخدامات خاطئه وشائعه للاسف، وهي اللي عم تعمل الاشكاليات الكبيره اللي رح نحكي عنها بعد شوي. المحاذير اللي بدي احكي عنها بشكل سريع، ممنوع مريض العدسات اللاصقه ينام بالعدسات اللاصقه، هذا ممنوع من عمباتا. هلا في عدسات جديده عم تطلع هي اكستندد، ممكن نلبسها حتى لو كنا نايمين، ولكن بشكل عام 90% من العدسات يفترض انه انا ما نام فيها. خلال النوم بصير في عندي قله بافراز الدم، بصير في عندي قله بحركه العين، وبالتالي العدسه اللاصقه بتلزق على القرنيه وبتخفف من اكسشتها للقرنيه. فاذا اول شغله ممنوع نام فيها، ممنوع المريض يتحمم بالعدسه اللاصقه او يسبح بالعدسه اللاصقه، لانه في عندنا احنا كائنات مجهريه كثير صغيره، هي في الى كثير الفه وكثير في الى ميل حتى تغزو العين يلي بتلبس العدسه اللاصقه، احنا بنسميها الاكانثاميبا، وهي صراحه بتعمل نوع من القرحات القرنيه، علاجها صعب، تدبيرها صعب، وللاسف هي سيره كثير سريع، واحيانا كثير بنلجا احنا لحالات زرع القرنيه، وللاسف حتى كمان احيانا زرع القرنيه بعدها او استبدال القرنيه بجوز يكون اصلا غير 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 مرضي يعني. الامر الاخر، الشيء اللي انا بستغرب منه صراحه، في مريضه بتقول لي انه والله عجبني مثلا لون العدسات اللي عند رفيقتي فاجيت اخذتها ولبستها، او مثلا كثير في منها. هلا هي بتحمل خطوره لعده اسباب. العدسه قد ما نظفتها انا وقد ما اعتنيت بعقامتها ونظافتها، الا ما يكون في احياء مجهريه ممكن تنتقل من العين للعين الثانيه وتعمل التهابات، خاصه اذا كان في اشكال قبل بمره مثلا على ارتداء العدسه. الشغله الثانيه بالعين، احنا بنزود عيوننا بشيء اسمه الفلورا او الجراثيم المتعايشه مع العين، هي بتكون موجوده بكل عيون، احنا عم نمشي بشكل طبيعي، الهواء عم بفوت بعيوننا فيه جراثيم اكيد، ولكن هالفلورا اللي متعايشه مع عيني بجوز ما تكون متعايشه مع عين اخي او اختي، تمام؟ فلذلك هذا الموضوع ممنوع نهائيا، كل واحد في له عدساته الخاصه سواء كانت تجميليه او كانت طبيه. الامر الاخر، لما انا بدي البس العدسات اللاصقه او انظفها لازم تكون الاظافر يعني مقصوصه بشكل كويس، ولازم تكون نظيفه، لانه ممكن تعمل سحجه بالقرنيه، ممكن تعمل صراحه شق للعدسه اللاصقه احيانا، واحيانا تحت الاظافر ممكن يكون كمان في تلوث. الامر الاخر، ممنوع لبس العدسات اللاصقه لما يكون في حاله التهابيه جوات العين، او لما يكون في سحجات او خدوش بالعين. الطبقه الظهريه تبع القرنيه هي طبقه قادرة على أنه تحمي القرنية من دخول الجراثيم، ولكن لما يكون فيها سحجة أو يكون فيها جرح هي بيئة خصبة بتكون لحتى تمرق الجراثيم للعين. يعني هي أهم الأمور. طبعا ما لازم أنا مثل ما قلنا نغسل بالمي العدسة اللاصقة أو نعقمها بالمي، ولا العلبة حتى اللي موجود فيها بالمي حتى لو كانت مغلية، طبعا هذا الشيء كثير احنا بنلاحظه. ولازم دائما الترسبات تتنظف عن طريق المحلول الخاص بالعدسه اللاصقه واللي يعني بيشير فيها الطبيب. ذكرتي حضرتك ممنوع بعض المحاليل او العدسات الرخيصه، هلا هي المحاليل التجاريه او العدسات التجاريه للاسف ما بيكون مراعى فيها الشروط الصحيه والدقيقه لحمايه العين، فلذلك انا بشدد دائما المريض اللي بده يلبس العدسات اللاصقه لازم يعمل فحص اول شيء عند الطبيب لحتى يشوف بنيه عينه اصلا هي بتتحمل ارتداء عدسات لاصقه ولا ما تتحمل. والشيء الاخر، اي احمرار بالعين، اي دموع بالعين، اي تحسس على العدسات اللاصقه مباشره انا بشيل العدسه اللاصقه وبتوجه لاقرب طب. طيب دكتور، ايضا من الاستفسارات اللي بنسمع عنها اللي هي شائعه، اذا انا برتدي عدسه لاصقه لتصحيح النظر وحبيت اني اعمل عمليه تصحيح النظر بالليزر، هل بتزبط او لا؟ هل بتاثر لها تاثيرات ولا لا؟ هي شيء وهي شيء. تمام. هلا الشيء المهم اللي بدنا نعرفه انه الانسان اللي بيرتدي عدسات لاصقه ما لانه بيلبس عدسات لاصقه ممنوع يعمل ليزر، تمام؟ او في اعتبار معين لانه هو حاط عدسات لاصقه، لا، هو بس نقطه واحده انه في له اعتبارات خاصه، لانه هالعدسات اللاصقه اللبس خاصه الطويل بيعمل تغير بسطح القرنيه، بيعمل تغير بتحدب القرنيه، طبعا مؤقت هذا التغير، طبعا بناء على فتره لبس العدسه وعلى نوع العدسه اللي انا عم بلبسها، يعني انا لم في عدسات حكينا في عدسات طريه وفي عدسات صلبه، هي العدسات بتغير شكل القرنيه لفتره معينه، خلال هي الفتره المعينه وبعد فتره معينه انا بدي اشلح العدسات اللاصقه لحتى ترجع تحدب القرنيه لطبيعته، ولحتى انا تصوير القرنيه او تخطيط القرنيه يكون يعطيني العلامات الصحيحه، يعطيني بالضبط، لانه انا اذا صورت المريض وهو لابس العدسات اللاصقه او شلحها مباشره فانا رح تعطيني معلومات خاطئه، رح يكون يترتب علي نتيجه خاطئه. فلذلك انا باكد على موضوع انه احنا المريض المرتدي العدسات اللاصقه ما له مضاد استطباب لاجراء تصحيح البصر، ولكن في له اعتبارات خاصه، لازم ترطيب العين، لازم انه ينزع العدسات اللاصقه فتره بين الاسبوع للشهر بناء على الامور اللي حكيناها.
في نقطة مهمة كمان بدي أحكيها، إنه كثير في مرضى بيجوا لعندي مثلاً بيقولوا لي دكتور أنا لابس نظارة مرتاح عليها، بتنصحني أسوي ليزك؟ بقول له أنت لابس نظارة ومرتاح عليها؟ لا ما بنصحك، خليك على نظارتك. ولكن مريض بيجيني دكتور أنا في عندي عدسات لاصقة وبلبسها، ما بدي ألبس نظارة وما بدي أعمل ليزك، بقول له لا، الأفضل يوميتها أنه إحنا نعمل تصحيح بصر إذا كانت قرنيتك مناسبة. لسبب العدسات اللاصقة مثل ما حنحكي بعد شوي في عنا اختلاطات أحيانا بتوصل لل 10-15% من مبادئ العدسات اللاصقة، من سحجات قرنية، من تحسس، من التهابات وقرحات وخراجات قرنية. الليزك صراحة الاختلاطات تبعه بتكون أقل طبعا إذا كانت بإيد خبيرة. فلذلك لا، أنا إذا خيرت ما بين النظارة والعدسات اللاصقة مع الليزك، لا النظارة خليك على نظارتك، ولكن العدسات اللاصقة لا، أنا بفضل أنت تتخلص من تبعيتك للعدسات اللاصقة لأنه فيها إشكاليات كثير كبيرة. دكتور حكيت عن نقطة كثير مهمة، الاختلاطات اللي ممكن تسببها العدسات اللاصقة، أنت بتصير هي في أشخاص معينين برأيك دكتور هني عرضة أكثر لهي الاختلاطات أو ممكن تكون استخدامات الغلط بارتداء هاي العدسات؟ تمام، هلا العاملين صراحه لهم دور بالموضوع. هلا بس اول شيء بنحكي انه شلون بصير الاذيه بالعدسه اللاصقه. هلا احنا عندنا القرنيه في فوق دمع، هذا الدمع مثل ما قلنا دائما بيغذي القرنيه، وفي فوق العدسه اللاصقه. احنا الدمع بيكون فوق العدسه وتحت العدسه، كثير مهم انه القرنيه تاخذ مستحقاتها من الاكسجين ومن التغذيه حتى ما وجود العدسه اللاصقه. مع اللبس الطويل او احيانا لما يكون العدسه مثلا مخصصه ليوم مثلا او لاسبوع واحنا نلبسها اكثر من هيك، هي العدسه بتنشف، محتواها من الماده المرطبه الهيالورونيك اسيد بتقل مع الوقت، وبالتالي بصير في عنا احتكاك بين القرنيه والعدسه اللاصقه، بيؤدي لخدوش، بيؤدي لسحجات، بيؤدي احيانا لنقص بالاكسجه تبع القرنيه، بيراكم مواد اسمها لاكتات على القرنيه. هذا الشيء بيساعد على انه القرنيه تفقد حيويتها، تتوزم القرنيه. بعدين بصير في عنا احيانا بؤره صغيره للالتهاب، مثل ما حكينا انه لما تتسحج القرنيه بصير اكثر عرضه للالتهاب، بتتشكل بقى عنا القرحات القرنيه. هي القرحات القرنيه بتتناسب طردا مع فتره لبسها ومع عدم الاعتناء بتعقيمها وبنظافتها للعدسه اللاصقه. اجينا على موضوع بقى شلون احنا بدنا ننظف العدسات اللاصقه. العدسه اللاصقه انا بشيلها من علبتها، بحطها على باطن الكف بعد ما اكون غسلت ايدي بالمي والصابون، وحتى بعض الاطباء بينصحوا بتعقيمهم بالكحول، بس ينشفوا بحط العدسه اللاصقه على الكف، بجيب المحلول المعقم بحطه عليها بنظفها من الناحيتين، تمام؟ وبعدين بفتح الجفن بالايد اليمين واليسار بالسبابه وبالبنصر الخنصر عفوا هيك بهالشكل، وبالسبابه بحط العدسه اللاصقه على العين. هلا ممكن اذا العدسه اللاصقه ما ركبت من اول مره يكون في عنا جفاف، ممكن نحط انا قطره مرطبه للعين قبل وبعد ما نحط العدسات اللاصقه. فالفكره طبعا قبل ما انام بدي اشيلها بنفس الطريقه وبدي احطها بالمحلول المعقم تبعه، وبرد باكد المحلول المعقم كثير اساسي واختياره كمان كثير اساسي مشان الوقايه من الميكروبات والوقايه من الالتهابات اللي ممكن تصيب العين. كمان دكتور بنسمع عن كثير حالات يعني غريبه، بس بنسمع عن مثلا حدا بيقول حطيت العدسه عيني بلعت العدسه اختفت ما عاد لقيتها، كثير بسمع عن هاي الحالات، او انه مثلا هي المره صار في احمرار، المره الجايه ما صار في احمرار، يعني كثير تفاصيل. يمكن حتى الناس اللي بيرتدوا عدسات مو بس لتصحيح النظر، بشكل عادي ممكن تمر معهم هاي القصه. وهلا صار في بالاسواق يعني مثل ما بيقولوا ادوات خاصه للبس العدسات، هل بتشوف من المفيد استخدامها او لا؟ تمام، هلا مشان موضوع انه العدسه ضاعت بالعين او العدسه يعني راحت من العين، لا هلا ممكن العدسه تكون هرت مثلا من العين، او العدسه الطريه مصنعه من ماده كثير يعني طريه، فممكن تكون مثلا بالرج العلوي او بالجفن من جوا، مجرد ما الجفن تطلع اجباري طبعا، انا ما خرج يعني بايدي. هلا في كثير يعني عوامل ساعدت بهذا الموضوع او بموضوع حط العدسات اللاصقه مثل ما تفضلتي، ولكن لازم دائما نحافظ على عقامتها، يعني هي كمان مثل العدسه اللاصقه لازم دائما نحطها بشكل معقم. هلا موضوع الاحمرار اللي عم بصير بالعين صراحه هو عرض كثير شائع للمرضى، يلي هو الحساسيه من العدسات اللاصقه. طبعا هو ماده السيليكون هيدروجيل يفترض المريض ما يتحسس عليها، لانه هي بالاصل ماده مصنعه مشان تنحط يعني جوات العين، ولكن بعد اللبس المطول للعدسات اللاصقه بصير في تراكم مثل ما قلنا للبروتينات والمخاط واللاكتيك اسيد وكذا على العدسه اللاصقه، هي اللي بتعمل ارتكاز تحسسي، بصير في عنا احمرار بالعين، بصير في دمعه، بصير في حرقه، بصير في انتفاخ احيانا بالاشفان وانتفاخ بالبياض تبع العين، فهي حل مباشره انه احنا نشيل العدسه اللاصقه. هلا ممكن احيانا يصير في تحسس العدسه اللاصقه وممكن ما يصير، طبعا
هي العدسة إذا كانت منظفة بشكل جيد وأنا ما كنت أتحسس عليه يفترض أنه ما تصير تفاعل تحسسي، ولكن إذا أنا لبستها لفترة طويلة أو ما اهتميت بنظافتها أو عقامتها لربما يصير في ارتكاس من هالمواد هي اللي موجودة على العدسة اللاصقة، أو مثلا أخذ عدسة من حدا تاني مثلا وحطيتها ممكن هذا الشيء يعمل لي ارتكاس. دكتور تحسس. لوين ممكن نوصل ببعض المشاكل من الاستخدامات الخاطئة مثل ما قلنا للعدسات؟ بعض الأشخاص يمكن أو هي ممكن تكون إشاعات أو ممكن تكون حقيقة ممكن تسبب العمى، هل هذا الشيء صح؟ لوين ممكن توصل درجة الخطورة؟ للأسف بعض قرحات القرنين مسبب بالعدسات اللاصقة لربما تؤدي للعمى. يعني القرحات القرنية ممكن تبلش حجم صغير بعدين تكبر شوي شوي بعدين تشمل لكامل مركز القرنية. هلأ أحيانا هذا الالتهاب إذا تلحق وتعالج بشكل جيد يعني إحنا الأذية رح تكون على مستوى القرنية بس، ولكن في بعض الحالات صراحة عم بيبدل الالتهاب لداخل العين وتعمل انتان باطن عين وللأسف ينتهي الموضوع بالعمى يعني. فلذلك أنا بشدد على موضوع المريض مجرد ما صار في عنده أي ارتكاس من العدسة اللاصقة احمرار دماع حرقة حكة مباشرة يشيل العدسة اللاصقة، مو إنه يروح على الطبيب وهو حاط العدسة اللاصقة، يشيل العدسة اللاصقة مباشرة يروح لأقرب طبيب لحتى يلحق الموضوع من أول. دكتور شو اللي بيحدد ممكن مثل ما قلت صلاحية العدسة إن كانت أسبوع إن كانت شهرية وإن كانت سنوية؟ كيف نحن بنحدد هذا الشيء أو الطبيب أو نوع العدسة كيف؟ تمام. هلأ هي العدسة بتجي أصلا مصنعة قلت لك على محتواها من الهيالورونيك وطبيعة السيليكون هيدروجيل اللي موجود فيها، هي الشركات صراحة بتحددها لفترة يوم أو فترة أسبوع أو فترة شهر. طبعا فترة اليوم هي أأمن العدسات لأنه أنا مباشرة باخدها من الحافظة تبعها بحطها على العين بنهاية اليوم أنا بكبها، فهم ما في عرضة للإنتان، ما في عرضة أنه تلقط جرثومة مثلا لجوات العين ويصير في عندنا إشكاليات التهابية، ولكن باقي العدسات ممكن استخدامها بس يعني بدنا احنا نهتم بعقامتها زيادة. فهي هذا الموضوع بيجي غالبا من الشركة، احنا ما بنقدر نحدده. وللأسف في احيانا يعني بعض الإهمال بصير انه مثلا عدسة بتكون مخصصة لأسبوعية انا بلبسها شهرين. هلا هذا الموضوع مثل ما قلت لكم المواد اللي موجودة فيها صراحة بتفقد فعاليتها لترطيب العين ولامرار الأكسجين للقرنية، وهذا الشيء صراحة اللي بيخلي العدسة ما بقى تكون فعالة. كمان دكتور في بعض الأشخاص بيلبسوا نظارات اللي هي بيقول لك ما فيها درجة ولكن هي فيها بس مادة أو شيء بتحمي من الأجهزة، وخصوصا اللي بيقعدوا خلف الأجهزة لفترات طويلة، صار في عدسات فيها هي التقنية موجودة إنه فلاتر لحتى تحمي من الأشعة فوق البنفسجية، هل إلى نفس الفاعلية ولا لا؟ ولا كل العدسات فيها هذا الفلتر؟ تمام. هلأ العدسات اللاصقة غير مزودة بطبيعة الحال غير مزودة بالفلتر الأنتي ريفلي، ولكن في بعض الشركات عم تنزل موضوع الانتي ريفلي هو موضوع اضافي للعدسات اللاصقه. يعني عدسات لاصقه تصحيحيه او تجميليه مزوده بالانتي ريفليكشن. هلا في بعض العدسات حتى كمان مزوده بالانتي ريفليكشن اوتوماتيك، يعني بعض النظارات بتلاحظوا انتم لما الواحد يطلع لبرا على الشمس بتقلب شمسي تمام، ولما يكون جوا بترجع للونها الشفاف العادي. في شركة فرنسية بال 2018 تقريبا أخذت براءة الاختراع بهذا الموضوع، ولكن مشكلتهم هدول العدسات إنه هن غير صالحين لفترة أكثر من أسبوعين، بالإضافة لأنه مكلفين لأنه هن فيهم ميزات إضافية، فلذلك عمليا صراحة هن غير مجدين. يعني أنا النظارة بتقعد عندي مثلا سنة أو سنتين أنتي ريفلي مثلا أو أنتي ريفلي أوتوماتيك، العدسات اللاصقة أسبوعين ثلاث أسابيع أنا مضطر كبها لأنه يعني هي مخصصة لهذا الوقت. بالعموم في عنا إحنا آليات معينة مشان الحماية من الأشعة فوق البنفسجية حكينا عنها بحلقة سابقة، إعدادات الموبايل أحيانا، تقطع بالعمل على الموبايل رقم 2، التوازن ما بين إضاءة الغرفة وإضاءة الموبايل، المسافة تكون يعني جيدة بين الموبايل والعين. إن شاء الله يكون الناس عم تلتزم بربع التعليمات. طبعا هن مواضيع يعني تكامليه، يعني ما في موضوع صحيح. بحد ذاته هو بي بي يعني بيخص هذا الموضوع، هن مواضيع تدعم بعض البعض يعني. بالختام دكتور نتمنى هيك يكون في توصيات اساسيه لاي شخص يمكن بوصف الطبيب او باختياره الشخصي قرر يلبس العدسات اللاصقه. تمام. برد أنا بكرر إنه العدسات اللاصقة هي شيء أساسي هلأ صار بحياتنا، شيء كتير مهم بالنسبة لبعض الصبايا خاصة، أحياناً مشان حفلة معينة مشان مناسبة معينة ما في أي مانع. الأشخاص اللي في عندهم مشكلة بالعدسات السميكة يلبسوا العدسات اللاصقة ما في عندنا أي مانع، ولكن من الضروري جداً استشارة الطبيب قبل ما أنا أحط العدسات اللاصقة، بالإضافة لأنه إذا صار التزم بالتوصيات يلي ذكرناها قبل شوي والمحاذير اللي حكيناها قبل شوي، وإذا صار في عندنا أي إشكالية أثناء ارتداء العدسات اللاصقة مراجعة الطبيب بأقرب وقت. كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، واللي فعلا يعني يمكن اليوم فرح عن جد شملنا موضوع العدسات اللاصقة بكل الأسئلة الشائعة والجديدة. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا كثير على اللقاء. شكرا.